قارئ القرآن داوي قلوبنا بالتلاوة تزدان بالتجويد. هذه ينابيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لسن دوم سن سوب سن رك محمد المجتبى جالو. كل اللي خارج سن إميشن لا والفيول. تشين يوتيوب يني. دودال جانغو دينما. هك إنستيشن دار الإيمان. يوم اللي نيان جن أبوني تشين شين يوتيوب. دودال جانغو دينما. هك إنستيشن دار الإيمان. كل جن جوت. تي إميشن ينعا خمن تنا موفيداو. أكتر أبيحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.